لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. ضحى هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع وهو بمنى، ثم بعد ذلك بعد مزدلفة كده وعرفة كده، منى من الحرم ومزدلفة من الحرم من أرض الحرام، وعرفة من المناسك وليست من الحرم. الأرض الحرام دي اللي سيدنا ربنا سبحانه وتعالى أظهر تحريمها على لسان سيدنا إبراهيم، حرم مكة لا يعضد شوكها، يعني النبات اللي فيه شوك ما يتكسرش، فضلا بقى عن النبات اللي إيه؟ اللي ما فيهوش شوك، ولا يقطع شجرها ولا ينفر صيدها، لا ينفر صيدها يعني ما حدش يهش حمامة، ما يسيبوش العيال يجروا على الحمام مثلا، لا ينفر صيدها ولا يلتقط لقطتها الا معرف. يعني احنا عندنا في الاماكن الاخرى اي واحد هياخد حاجه ضايعه هيدور عليها سنه وبعد كده هيتملكها ممكن، الا مكه ما ينفعش حد ياخد منها حاجه ضايعه يسيبها مكانها، يا اما تقعد تعرفها طول العمر. فمين اللي هيعمل لذلك؟ ما حدش علشان تتطوع رجعنا الى في مكان تاني، فعشان كده ولا يحل حمل السلاح لمكه. يبقى كل الاماكن الحرام الارض الحرام دي هي الاماكن اللي معناها يحرم فيها هذه فيها جمله افضل، لكن الصلاه المضاعفه ب100,000 صلاه الصحيح انها في مسجد الكعبه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، مسجدي هذا ومسجد الكعبة والمسجد الأقصى. هنا مسجد الكعبة يا عم الشيخ؟ اللي احنا فيه اللي احنا فيه ده؟ لا مسجد الكعبة اللي جنبينا هنا اللي قدامنا. طب احنا بيصلوا في الخلا بره. اللي صلى جوه جدران المسجد هو ده اللي له 100,000 والسحب بره لأنها كنت تدخلها الحائط ويجوز فيها البيع والشراء. لغايه دلوقتي لسه ما تحولش الى مسجد، اتعمل توسيعه اتقفل ببانها تبقى ايه؟ مسجد. هم دلوقتي منعنا خش الا بالاحرام. هي تظل معانا عباده عظيمه الاهميه في حياه الانسان كما شرحناها بالامس. تظل معنا طول فتره الحج الى ان نرمي جمره العقبه اول يوم العيد. سنظل نلبي. طب واحد عايز يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يقول عايز يكبر كما قال الصحابه كن يلبي منا الملبي ويكبر منا المكبر ويهلل منا المهلل، ولا ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على احد منهم. كل واحد يعمل اللي هو ايه؟ اللي هو بيحب الذكر اللي قلبه بيحضر فيه، والتلبيه اعظم الاذكار دي لانها خاصه بالاحرام. فالرسول صلى الله عليه وسلم مر من منى ومر على مزدلفة، ولا تشك قريش أن كما كانت تفعل قريش. قريش دول اللي هم قوم النبي عليه الصلاة والسلام اللي الرسول صلى الله عليه وسلم منهم، كانوا في الجاهلية في الحج بتاعهم ربنا حرمهم بالكبر والإعجاب بالنفس، كانوا يقولوا إيه؟ إحنا نحن أهل حرم الله لا نخرج منه. احنا اخر حدود الحرم زي ما قلنا لغايه فين؟ مزدلفة. فكانوا يقفوا على مزدلفة بدل ما يقفوا على ايه؟ على عرفة. فكانوا يقفوا عند المشعر الحرام، وبقية الناس العامة اللي جايين من بعيد يقفوا فين؟ على عرفة، اللي هي في الحقيقة من إرث سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وسيدنا جبريل اللي عرفوا هذه الأماكن. ولذلك شرع الوقوف بعرفه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل عظم ذلك وقال الحج عرفه. فالرسول صلى الله عليه وسلم مر بمزدلفه ولم يقف بها. فقريش استغربوا، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم يعني المنزل في نمره. ايه نمره دي؟ نمره دي قريه بره عرفه وبره الحرم، لان عرفه كلها بره الايه؟ بره الحرم. و
الرسول صلى الله عليه وسلم نزل بها يستريح من المسافة دي من الضحى لغاية ايه؟ لغاية قبيل الظهر. امر بقبة تضرب له بنمرة. هتقولوا لي فين دلوقتي دي؟ دي هتبقى جزء من المسجد وما هواش كل المسجد، كان جنب المسجد، مش من الصعب معرفتها دلوقتي. لكن احنا بنتكلم على ان احنا بنروح اللي بي... الرسول صلى الله عليه وسلم عمله ان هو راح فضل في الخيمة اللي في نمرة دي، وبعدين لما جاء وقت الزوال ركب واتى بطن عورنا. ايه بطن عورنا ده؟ لا ما مش عايزين حد ايه؟ بطن عورنا ده جزء بره عرفة. اللي يخش المسجد هيلاقي ان في يفط في تلت المسجد تقريبا او قرب نصه حد عرفة. حد عرفة ده على فكرة الأماكن دي من أيام سيدنا إبراهيم، يعني محددة من أيام سيدنا إبراهيم ولغاية النهاردة بتتناقل حدودها. زي بالظبط كانوا يقولوا التنعيم. التنعيم يعني إيه ده؟ ده نهاية الأرض الحرام، بداية الحلم، بداية الأرض اللي يجوز قطع شجرها والصيد فيها ونحو ذلك. وعرفة من الحل، يعني لو حد عايز يعمل عمرة من عرفة لحظة يعني. عرفة مثلا يشوف ايه اللي موضوع اللي هناك مثلا يعني. يحرم من عرفة لانه يحرم من الحل، من اي حتة من الحل، حتة اسمها الجيرانة على طريق الطائف احرم منها الرسول صلى الله عليه وسلم وهو راجع من غزوة حنين. الغرض ان الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بقى الجزء القداماني من مسجد نمرة دلوقتي اللي اسمه مسجد نمرة، الجزء القداماني ده التلت القداماني هو بطن عورنا، هو ده المكان اللي صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وخلص. بس هو بدأ بالخطبة ايه قبل الصلاة، ختم خطبة جامعة ذكر فيها المسلمين بحرمة دمائهم وأموالهم وأعراضهم كحرمة يومهم هذا في شهرهم هذا في بلدهم هذا. الناس سمع شيء بتاع ده بيعمل دوشة. طب لو نشوف لا هو في ناس كمان قاعدة في آخر المسجد يعني. فبنقول ان احنا الرسول صلى الله عليه وسلم خطب الاول الخطبه واقف على بعيره، يعني راكب البعير بتاعه، خطب الخطبه وذكر الناس واكد على حق النساء واثبت للناس علو الله عز وجل على عرشه حيث رفع اصبعه الى السماء ثم قال الا هل بلغت اللهم فاشهد، فكان يرفع اصبعه اللهم فاشهد اللهم فاشهد، يشهد الناس، يشهد الله على الناس انه قد بلغ وادى الرساله، لان دي كانت اللحظات الاخيره في الدين. وهو واقف عرفه صلى الله عليه وسلم نزل عليه قول الله عز وجل اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. لذلك هو يوم عيد، كما جاء يهودي الى عمر رضي الله عنه فقال ايه نزلت عليكم في كتابكم، لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر إني لا أعلم أين نزلت ومتى نزلت، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في يوم جمعة وكلاهما بحمد الله عيد. لأن نعمة ربنا علينا بالإسلام يعني أعظم نعمة على الإطلاق. فالرسول صلى الله عليه وسلم خطب هذه الخطبة العظيمة ثم بعد ذلك أذن ثم أقام، مفيش صلاة سنة قبل الظهر ولا بعد الظهر، فأذن مباشرة أقام ثم صلى الظهر ركعتين ثم أقام فصلى العصر ركعتين، صلى الظهر والعصر جمعا بأذان واحد وإقامتين، ثم ركب ناقته وأتى الموقف. الموقف ده اللي هو قلنا أسفل جبل الرحمة، مش فوق جبل الرحمة. جبل الرحمة يعني العمود اللي انتم بتشوفوه في الصور
بيسموه جبل الرحمة، عمود جبل صغير عليه عمود أبيض، ناس كتير بتطلعه وليس مشروعا إن احنا نطلعه. السنة نقف تحت في أي جزء من أجزاء اللي تحت الجبل، في صخرات في أسفل الجبل كان يقف عندها النبي صلى الله عليه وسلم، وظل واقفا مستقبل القبلة داعيا لله عز وجل. واقف يعني ايه؟ مش واقف على الرجلين زي ما قلت لكم، ده كان راكب الايه؟ البعير. فيجوز نقعد ويجوز ننام ويجوز نقف، وبشرط ان احنا نجتهد ان قلوبنا تبقى حاضره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير ما قلت انا والنبيون من قبلي دعاء عرفه، لا اله الا الله وحده لا شريك له، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نحاول يا جماعه واحنا بنقرا القران ونقول الاذكار نستحضر معانيها، وبص للسماء عشان نشوف ملك ربنا سبحانه وتعالى، ونتامل في انفسنا: له الملك وله الحمد، هو لا يعبد احد سواه سبحانه وتعالى، لا اله الا الله وحده، الالهيه له وحده، الحب والخضوع والانقياد والركوع والسجود والدعاء والاستغاثه والحلف والنذر وكل العبادات، الخوف الرجاء التوكل الشكر، كل هذه العبادات لله وحده، العبادات الظاهره والباطنه، لان العباده اسم لكل ما يحبه الله ورضاه من الاعمال والاقوال والتروك. يعني التروك يعني ايه؟ ان احنا نسيب. يعني ربنا قال: الحج اشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يعني انا كنا بترك هذه الاشياء بتعبد بها ربنا. الرفث معناها الجماع ومقدمات الجماع والحديث عما يخص هذه الشهوه الجنسيه في وجود النساء بين الرجال والنساء. فلا رفث ولا فسوق، الفسوق المعاصي والذنوب. احنا بقى اللي متعود يشرب سجاير ان شاء الله باذن الله تكون اخر مره يشرب سجاير، يتوب الى الله عز وجل ويمتنع من هذا. اللي متعود على اي يعني حاجه غلط يتوب الى الله عز وجل. اللي متعامل بالربا لابد انه يترك ويعزم على ان هو يتوقف عن التعامل بالربا، حاجه فيها شبهه يبتعد عنها، يجتهد عشان لا فسوق. لابد ان هو يكون مجتهد في اداء الطاعات. ولا جدال في الحج، الجدال بمعنى المخاصمه مع الرفقاء، الخناق بين الرجال والرجال، بين الستات والستات، وبين الستات والرجال. الخناقات كثيره قوي بسبب ان الناس بتبقى شحيحه على نفسها، كله عايز يلحق بسرعه، حاجتي وبتاعتي، المفروض ان حاجتنا هي حاجتنا كلنا، وبتاعتنا بتاعتنا كلنا، وكل واحد يكون رفيق باخوانه، وكل من معه، وما يبقاش فيه غيبه ولا نميمه. هو اليوم طويل، خدوا بالكم احنا في الصيف، فيوم عرفه طويل، ودي نعمه من ربنا اذا استغلناها كويس، اذا استغلناها في ان احنا نكثر من ذكر الله عز وجل، من قراءه القران، من الدعاء، وخصوصا بعد العصر. بعد الزوال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا يباهي بأهل الموقف ملائكة، يقول: ماذا أراد هؤلاء؟ لما نفتكر كده الملائكة لما ربنا سبحانه وتعالى أخبرهم بأنه جاعل في الأرض خليفة، قال عز وجل: وإن قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء
نحن نسبح بحمدك ونقدس لك. الملائكة تعجبت، أعلمها الله عز وجل أنه يوجد في الأرض من يفسد فيها بالشرك والبدع والمعاصي ويسفك الدماء، الناس هتظلم بعضها تقتل بعضها. فالناس الملائكة استغربوا إن ليه ربنا هيخلق خلق يعملوا فساد كده. فبيسألوا ربنا الحكمة من وجود البشر اللي فيهم هذه الأعمال السيئة وهم يتعبدوا لربنا. فكانوا يعني كأنهم يرون إن مفيش مخلوق اتخلق إلا لعبادة الله وإحنا موجودين، ودول مش هيعملوا العبادة، فنبقى إحنا نعمر الأرض بدلا منهم. فقال عز وجل، قال سبحانه، قال إني أعلم ما لا تعلم. يعني أعلم ما لا تعلم، يعني يعلم سبحانه وتعالى إنه هيوجد من البشر دول اللي عندهم شهوات جواهم ورغبات للمخالفة، عنده حب الفلوس وعنده حب الأكل والشرب وعنده حب المال وعنده حب الشهرة وعنده حاجات كتير خالص مش مظبوطة جواه، نفسه بتقوله أنت وعايز كذا وعايز كذا، وأيضا هيتعبد لربنا سبحانه وتعالى، هيقاوم الشهوات دي. فعشان كده اللي هيقاوم الشهوات دي هيبقى أفضل عند ربنا من الملائكة يوم القيامة، كما قال عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، خير الخليقة على الإطلاق. أما في الدنيا الملائكة أفضل منهم، لكن في الآخرة طبعا ده مجموع الملائكة ومجموع المؤمنين. فربنا سبحانه وتعالى يباهي بأهل الموقف ملائكة، إن وسط أهل الفساد ووسط من يسفك الدماء وفي ناس جاية تتعبد لله سبحانه وتعالى بالمكان البعيد جدا عن بلادها من كل فج عميق، وجايين شعثا غبرا، يعني مش مسرحين، ان بالهم يومين يوم الثمانية ويوم ايه التسعة ما سرحوش كده، وماشيين في التراب لان دي جبال وسكك ترابية سايبة فيها اسفلت بس برضو فيها ايه تراب، يبقى اشعث يعني مش مسرح، واغبر يعني عليه غبار. اتوني من كل فج عميق. قال ماذا يريد هؤلاء؟ وده دليل على ان اهم حاجة في موقف عرفة للي عايز يصل الى مرضات الله عز وجل هو الاخلاص. ماذا ماذا يريد هؤلاء؟ جايين ليه؟ يباهي بهم الملائكة ان معروف انهم اتوا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. ده لمن اراد ذلك غير اللي رايح ودماغه في البلد وهيقولوا عليا ايه؟ انا واقف على عرفه واصور لهم نفسي بقى وانا ايه وانا على وانا في عرفه واقعد اعمل اضيع وقت بقى جامد جدا ويخشى منهم الرياء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والكفر والفقر والشرك والشك والنفاق والفسوق والشقاق وسيء الاخلاق والرياء والسمعة، الرياء والسمعة والقسوة والغفلة والذلة والعيلة والمسكنة والعمى والصمم والبكم والبرص والجنون والجبان وسيء الأسقام. فالرياء والسمعة خطر عظيم. اللي ربنا بيباهي بهم الملائكة هم الذين أرادوا وجه الله، هم المخلصين لله سبحانه وتعالى الذين أتوا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. ولذلك ابتغاء رضوان الله أعظم مطلوب حتى عند أهل الجنة. لما أهل الجنة يخشوا الجنة يبقى مطلوبهم يطلبوا من ربنا زيادة، ما بيطلبوش مزيد من النعيم لأن هم شايفين نفسهم ما فيش إيه فيش أحسن من كده، بس بيطلبوا إيه النظر إلى وجه الله ويطلبوا
رضوان الله عز وجل. فطلب رضوان الله نعمة عظيمة على الإنسان اللي في الدنيا، إنه يطلب مرضات الله، والحج علامة على ذلك. ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. فأنا نجتهد في إن إحنا نريد أن يرضى الله عنا، وأن نعمل بمرضاته، وأن نعزم على التوبة الصادقة بأن لا نرجع إلى الذنوب والمعاصي مرة أخرى، وأن نصدق نيتنا لله عز وجل. إن وإنه قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه أن الله عز وجل لا يدنو عشية عرفة يقترب من أهل الموقف، وده هيحس بيها، هيحس بقرب الله سبحانه وتعالى من كان صادقا في التقرب الى الله. لان اوقات النزول، نزول الرب سبحانه وتعالى واقترابه من خلقه، بتبقى القلوب المؤمنه حاسه بيها، كما قال شعائق، كما قال صالح عليه السلام: واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه ان ربي قريب مجيب. قال اللي جرب الكلام ده هو اللي تعبد وقت النزول الإلهي. ربنا بينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، يقول: هل من داء فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ فده كل ليلة في كل حتة، يعني مش خاص بالحرم بس. بس سبحان الله وجودنا هنا، ما حدش بيصحى من الفجر، خصوصا في ايام ليالي السفر المسيره الا عدد قليل. بس هنا دلوقتي تلاقوا ملايين اللي موجوده دي كلها ايه؟ صاحيه. فده وقت نستغله، ومن اهم ما نستغله الوقت اللي هو من بعد الظهر لحد غروب الشمس، ده وقت دنو الله عز وجل. يقول قلوب المؤمنين تشعر بقرب الله القريب المجيب. ولذلك يكون دعائنا، طبعا الدعاء يعني مش بان ايه تعالى بعدنا عن الشيخ، لا، الدعاء ده انت عايز ايه. يعني كل واحد يقول انا ماذا اريد من ربنا، مش ان انا اكرر دعاء وخلاص. انت دلوقتي معاكوا اذكار، كتب اذكار، اقعدوا احفظوها دلوقتي واجتهدوا قد ما تقدروا علشان اقصى حاجه تبقى بصة كده للتذكرة. لكن أنا لما بقرأ الدعاء قلبي ما بقاش حاضر، فضل أنا حمسك الميكروفون عشان أدعي، زي ما هتلاقوا في كل الحتت إيه يعني شيوخ عمالين إيه إيه. بس الحقيقة إن سيدنا صالح بن زي ما قلت لكم ما بيقول إيه، بيقول إن ربي قريب مجيب، ما قالش إن ربنا، قال لهم الأول استغفروا ربكم، وبعدين قال إن ربي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنكم لما لاهم يرفعوا صوتهم بالدعاء، فقال ارفعوا على انفسكم فانكم لا تدعون اصم ولا غائبا، انما تدعون سميعا قريبا، ان الذي تدعونه اقرب الى احدكم من عنق راحلته. ربنا قريب مجيب للداعي. فلنجتهد في اخلاص النيه في الدعاء، وبرضه ما تكونش يعني مطالبنا دنيويه بس، وعيالي يا رب وينجح في الثانويه العامه، وابن فلان ينجح في الثانويه العامه، وفلان اللي في الكليه ورب يا ربنا، قولوا ماشي، اسالوا ربنا حالتكم كلها. بس اهم حاجه ايه؟ الاخره، الجنه، رضوان الله، القرب من الله، النظر الى وجه الله. ولذلك الادعيه القرانيه اللي هي ادعيه الانبياء في القران، وادعيه ومنهم من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ده من اعظم الادعيه واجمعها، يعني بدل ما اقعد اسال امور الدنيا بالتفصيل، اسالها ضمن كلمه ربنا اتنا في الدنيا حسنه، واجمع معاها وفي الاخره حسنه، واسالك لذه النظر الى وجهك والشوق الى لقائك في غير ضراء مضره ولا فتنه مضله. اللهم زيننا بزينه الايمان واجعلنا هداة مهتدين. مفيش مانع ان احنا ندعي مع بعض في بعض الاوقات، بس في جزء لازم يبقى الواحد لوحده كده بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى. على فكره المخيم اللي احنا فيه
قريب من جبل الرحمة، يعني المسافة حوالي ربع ساعة أو 10 دقايق. الغدا عندكم؟ ها؟ الغدا عندكم إن شاء الله. ربنا يبارك فيك. هو بعيد شوية عن مسجد نمرة، بس اللي عايز على فكرة عشان تبقوا عارفين مفيش مواصلات، اللي هيعمل أي حاجة هيعملها إيه؟ ماشي. فاللي عايز يبقى مستعد كده كويس عشان يبقى خليه عشان مخيم. فالرسول صلى الله عليه وسلم وقف على جنب الصخرات دي وقال إيه؟ وقفتها هنا وعرفة كلها نار. فحضرتك هتقعدي بالخيمة وقلبك هو اللي يقرب بإذن الله. و يعني السنة إن يكون في خطبة واحدة بس للشيخ اللي بيخطب في مسجد إيه؟ نمرة. إذا كان هنصلي الظهر والعصر بعد ما نسمع في الإذاعة أو في التليفونات الخطبة، ونصلي بعد كده لوحدينا احنا مش تبعهم، وبعد كده ممكن يبقى فيه كلمة تذكرة ونصح ونحو ذلك، بس مش خطبة، تبقى بعد الصلاة عشان ما تبغيش صلاة الإمام اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم لما عمل كده ما جعلش كل واحد يقول درس عندهم من الصحابة. الخطبة كانت خطبة ايه؟ واحدة فقط. لكن التذكير وتنبيه الناس عشان ما يضيعش الوقت ونحو ذلك يبقى مستحب. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش صايم ومعرف، كان مفطر، شك الناس هو مفطر ولا صايم، فأرسلت له بعض النساء لبن فشرب منه أمام الناس عشان يثبت إن هو صلى الله عليه وسلم إيه؟ مش صايم. أمال صوم يوم عرفة يكفر سنة الماضية وسنة الباقية هذا لغير إيه؟ لغير الحاج. وأنتوا في نعمة من ربنا عظيم، وخصوصا الساعة اللي بعد العصر، آخر ساعة بعد العصر مجتمع فيها، إنها من يوم عشية عرفة. عشية يعني إيه عشية؟ يعني من بعد الظهر لحد المغرب. ده اسمها بيقولوا إحدى صلاتي العشي، صلاة العشي اللي هي الظهر والعصر. فالعشي لغاية غروب الشمس. فالرسول صلى الله عليه وسلم ربنا جمع له في الخير في حجته إن كان يوم عرفة ده، وربنا جمع لنا بفضل الله سبحانه وتعالى إن يوم عرفة هيكون يوم جمعة، يعني زي اليوم اللي الرسول صلى الله عليه وسلم إيه؟ حج فيه وقف على عرفة. يبقى في ساعة قبل العصر دي تبقى ساعة إجابة من يوم الجمعة ومن آثار دنو الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يتوب علينا ويوفقنا للمحبة، وتشرع التلبية أثناء الوقوف والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وقراءة القرآن والدعاء، وأهم حاجة نترك الغيبة والنميمة وتضييع الوقت والهزار من كتر الأكل. إحنا بناكل عشان نتقوى على الدعاء مش عشان نتكبس. لا أصل في أكل كتير زي ما قلت لكم، الناس بتتفنن في عمل الأكل. أي حتة من عرفة يجوز الوقوف فيها إلى أن تغرب الشمس. لما غربت الشمس وغاب القدس النبي صلى الله عليه وسلم انطلق في القصوى، ده اللي هو الجمل اللي كان راكب عليه. فقالوا يا رسول الله الصلاة مش هتصلي المغرب؟ فقال الصلاة أمامك، مش هنصلي هنا، هنصلي في مزدلفة اللي هي بقى في المشعر الحرام. زي ما قلنا مزدلفة لها ثلاث أسماء، اسمها جمع واسمها المشعر الحرام واسمها مزدلفة. زي ما قلنا دي من الأرض الحرام. الرسول صلى الله عليه وسلم وصل إلى مزدلفة بعد العشاء. طبعا احنا الجزء اللي قبل غروب الشمس بالظبط الربع ساعة دي الناس كلها بتركب الأتوبيس عشان تستعد، فحضراتكم برضو واحنا بنركب الأتوبيس نجتهد ان احنا ندعي واحنا في الأتوبيس. دي اللحظات الأخيرة والأعمال بالخواتيم، فلنجتهد ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. وبعد ذلك بنذهب إلى مزدلفة، وصلها النبي صلى الله عليه وسلم بعد العشاء، فأذن وأقام وصلى المغرب ثلاث ركعات، ثم أقام وصلى العشاء ركعتين، ولم يصلي بينهما شيئا. الرسول صلى الله عليه وسلم
ما صلاش سنة قبل بين المغرب والايه والعشاء. الرسول صلى الله عليه وسلم في الليلة دي ما صلاش غير الايه غير الوتر بس. او حد عايز يصلي قيام ليل لا يمنع من ذلك، بس عشان طبعا تخدوا لكم ان المكان مش مهيئ زي عرفة ومنى، مفيش قيم بتتعامل في ايه مختلفة، فالناس بتنام على الرصيف، بتنام على في الارض، والستات كذلك يعملوا خيمة او يقعدوا في العربية. فانتوا بقى ده الجهاد بتاعكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج والعمرة. تعب شوية، احنا على فكرة الصحابة رضي الله عنهم كانوا كل شوية بيسيبوا المدينة ويذهبوا في الغزو في سبيل الله. الغزو ما كانش دي حاجة مهيئة خالص، بينزلوا كل ليلة يباتوا فين؟ هما في الشارع، مش في الشارع، ما فيش شارع أصلا، في الجبل، ويعني بالكثير تحت شجرة ولا حاجة، ده لو لقوا شجر كمان. فاحنا هنستحمل الليلة دي قدر الإمكان. على فكرة اللي عايز يعني يحج على السنة بيبان في الليلة دي خصوصا. ليه؟ لأن الناس متعودة على الفنادق الجميلة اللي احنا عايشين فيه والأماكن الحلوة، وبعدين بيوصلوا لنفسهم مرة واحدة في مخيمات رائعة، ومرة واحدة نزلوا في الشارع. أنا بس بقول لكم حاجة، إن الموضوع ده من أجمل الأشياء، إن إحنا هي فكرة الانتقال من الأماكن دي. يعني إحنا رايحين عرفة ما نروح على طول، ليه نروح منى؟ إحنا بنستشعر كده إن ربنا بيأمرنا انزلوا هنا، هنقول حاضر لبيك اللهم لبيك. طب انزلوا في عرفة ما تنزلوش في مزدلفة، حاضر لبيك اللهم لبيك. وبعدين ارجعوا انزلوا مزدلفة تاني اللي انتوا كنتوا معديين عليها، طب ما كنا اختصرنا، لا حاضر. الطاعة، الانقياد، العبودية. ولذلك الإنسان لما يستحمل حاجة صعبة شوية من مجهود أو من نومة مش حلوة، هتاخدوا بتاع تفردوا إيه على التراب، تفردوا مثلا ملاية ولا حاجة، وبعدين والأخوات يستنوا في العربية ما فيش مشكلة، ويعني عايزين ينزلوا يمددوا رجليهم ما يصلوا معنا على المغرب والعشاء طبعا، عايزين يريحوا شوية ما فيش مشاكل، وده الطبيعي. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما صلى العشاء يعني ظل نائما او ظل يعني راقدا الى ان طلع الفجر. يعني ما فيش سنة مغرب، بس في وتر وركعات قيام ليل الناس لا تمنع، لان نزول ربنا الى الثلث الاخير برضه في ليله الايه ليله العيد، ليله 10 دي. لكن ما نرهقش نفسنا، لان الاعمال بتاعت يوم العيد كتيره خالص، وده على فكره يوم العيد اعظم يوم في السنه على الاطلاق، يوم يعني اعظم من عرفه، اعظم من يوم عرفه، اعظم من يوم عرفه. ولذلك ده اليوم اللي ربنا سبحانه وتعالى فدى فيه سيدنا اسماعيل، اللي سيدنا ابراهيم كان يريد ان يذبح، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى في اللحظة الأخيرة ناداه وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقته. فده يوم عظيم جدا، وده اليوم عند جمهور العلماء اللي ربنا سبحانه وتعالى كلم فيه سيدنا موسى بعد هلاك فرعون، ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، فتم ميقات ربي 40 ليلة، تتمت الليالي العشر اللي هم 10 الأوائل من دي الحج عند جمهور المفسرين. وإن الليلة دي اليوم ده هو اللي ربنا سبحانه وتعالى كلم فيه سيدنا موسى. فاليوم ده يوم عظيم جدا يعني، واعظم الايام في الرسول قال سمى ربنا عز وجل سماه يوم الحج الاكبر، اللي هو يوم وفي اعمال كتيره. فانا عشان كده مش هنرهق نفسينا جامد في الليل ده، لكن هنظل كذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للنساء والضعف في الخروج من مزدلفة بعد نصف الليل، او في الحقيقه يعني غياب القمر، لان غياب القمر ده حديث اسماء رضي الله عنها في البخاري، كان معها واحده يعني تحج معها، فظلت تذكر الله ثم قالت يا منتهى يا هذه يعني انظري هل غاب القمر؟ قالت لها لسه ما غابش.
فظلت تدعو. قالت لها اخرجي شوفي هل غاب القمر؟ فقالت لا. المرة الثالثة قالت لها غاب القمر؟ قالت يعني هيا بنا ننصرف. فقالت لسه أمامنا ليل، احنا المزدلفة الصبح نمشي. فقالت إن رسول الله قد أذن للظعن. أذن قد أذن للظعن يعني النساء ممكن يمشوا بدري. بس طبعا احنا كان زمان في بعض الرحلات لما كان عدد كبير كان بيبقى الأوتوبيس فيه نص يعني رجالة وستات، فممكن أوتوبيسين هنخلي أوتوبيس منهم يروح للنساء، لكن دلوقتي ما بقاش فيه أوتوبيس واحد. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يأذن لأحد من الرجال البالغين الأقوياء في أن يرحلوا عن مزدلفة، ينفروا من مزدلفة إيه؟ بعد نص الليل. فكل يوم. معلش تحبوا زي السيدة عائشة. إن سودة رضي الله عنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم فإيه؟ فمشيت بدري، مشيت نص الليل أو بعد غياب القمر زي ما قلنا، وراحت رمت وخلصت اللي عليها. والسيدة عائشة قالت لا أنا شابة وأنا مش إيه؟ مش همشي. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني بيريح كل واحد على ايه؟ ده انا ما فيش حاجه غلط، فخلاها معاه. وهي اللي راحت رمت بعد كده، فكانت بتقول لو كنت رحت يعني خدت الرخصه كان ايه؟ كان احسن لي يعني. لكن على اي الاحوال دلوقتي عشان صعوبه ان حد، على فكره كان زمان بيعرفوا الحتت دي لوحدهم، يعني الست تروح لوحدها. سودة راحت للرسول، مش الرسول مرافق لها، جاي بقى يقول لك ايه؟ الستات ومرافقيهم. لا سيبكم الكلام الفارغ ده، ما هو الرسول كان معاه وكل نسائه مرافق ليهم. عمل ايه؟ فضل موجود قاعد. اللي عايزه تروح تروح، بس انتوا مش هتعرفوا تروحوا طبعا لوحدكم ولا هتقدروا تمشوا. فلذلك هتستنوا معانا ولغايه ما هنصلي الفجر وندعو الله عز وجل، لان الرسول صلى الله عليه وسلم عمل كده. بعد ما صلى الفجر من يوم النحر اول ما تبين له الصبح باذان واقامه، بس في سنه بينهم سنه الصبح، لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك سنة الصبح في سفر ولا حضر. وبعد ما صلى في مكانه اللي كان بايت فيه ركب ووقف عند ايه؟ عند جبل قزح اللي هو جبل المشعر الحرام، اللي هو قال الله عز وجل فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. الله، انت بتقول جبل مشعر حرام ومزدلفة اسمها كلها المشعر الحرام. ايوة، ما هي متسمية الاسم ده المشعر الحرام وباسم الجبل ده خصوصا، والمساحة كلها بقت اسمها المشعر الحرام. يعني مكة هي الكعبة بس ولا بقت مكة كلها؟ مكة كلها، حتى اسمها البلد الحرام ومحلها إلى البيت العتيق اللي هي ما حول البيت الايه؟ العتيق، اللي هي كل الأرض الحرام، مساحة هائلة لغاية مزدلفة 30 كيلو ولا حاجة مثلا يعني أو 20 كيلو. فالغرض المقصود إن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف على جبل قزح وصعده، بس اخر عهدي بيه ان هم معمول عليه حواجز ما حدش بيعرف يطلع. لكن جزء من المسجد والحته اللي على شمال المسجد في اتجاه القبله هو ده جزء من ايه؟ من جبل قزح، اتسوى بالارض واتعمل المسجد اللي معروف باسم المشعر الحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وجمع كلها موقف، يعني مزدلفه كلها موقف. اي حته في مزدلفه نقف نذكر الله سبحانه وتعالى وندعوه ما بين صلاة الصبح إلى إيه؟ قبيل طلوع الشمس، إلى قبيل الشروق. فإحنا بنجتهد قدر الإمكان إن إحنا موجودين أطول وقت ممكن في الجزء ده، لأن ده خير الأماكن اللي هي ربنا ذكرها في القرآن دي، يعني ده حاجة عظمة جدا، عظيمة جدا. العرفات، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فأي حاجة من الحاجات دي ما نحاولش نفرط فيها قدر الإمكان، لأن ناس كتير قوي بتفرط في الموضوع ده، ينزلوا ويصلوا المغرب والعشاء وياخدوا الحصى كأن احنا نازلين ايه؟ مزدلفة دي موجودة عشان ناخد منها ايه؟ حصى. ربنا ما قالناش المزدلفة مبيت، قال لنا فاذكروا الله، يبقى المقصود منها ايه؟ الذكر، ذكر الله عز وجل والدعاء والتضرع. نستقبل القبلة، نرفع أيدينا، ندعو الله عز وجل. هيبقى جنب الأوتوبيس مفيش مشاكل، اللي ربنا يقدره يروح لجبل قزح يفعل، ما يقدرش يقف جنب الأوتوبيس، ندعي ربنا سبحانه وتعالى لغاية قبيل طلوع الشمس ننطلق
ذاهبين الى ايه؟ الى منى. اعمال يوم النحر بقى يوم العيد. شيخنا بعدين لحضرتك اللي يخرج من مزدلفه بدري وهو قادر. اللي يخرج من مزدلفه بدري من الرجال الاقوياء يبقى عليه دم. يبقى عليه دم. خلافا للعلماء اللي بيقولوا انه يجوز يخرج من بعد نص الليل. نص الليل ده ورد في النساء والضعفاء. الرسول صلى الله عليه وسلم جعل كان ابن عباس رضي الله عنه ابن عباس كان عنده ساعتها 12 سنة مثلا. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرسل قدمه مع الضعف. فجعل يضرب أفخاذنا وقال أي بنية لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. وإذا أجبر؟ إذا أجبر يعني إيه اللي حصل؟ خلاص لا يكلف الله نفسه. بس على فكرة هو لو ما وقفش على السكة مش هيجبر. المشكلة إن الناس مين اللي بيقولوا لهم مشي؟ إن الأتوبيس إيه؟ يركن في مكان على الطريق. الناس اللي في عرب هترجع إزاي؟ فعشان كده إحنا لازم بنركن في مواقف، والمواقف دي جنبها أماكن فاضية بنقعد جنب دورة مية أو حاجة، وأماكن فاضية بنقعد فيها هي أصلاً عبارة عن يعني 7-8 ساعات. وإن كان ملتزم بعمل عمالة جزارة أصحاب الأعذار هم زي ما قلنا مش الرجال الأقوياء بأي نوع. ما كان في سقاه ورعاة موجودين مع الرسول صلى الله عليه وسلم وما أذن لهمش إن هم يخرجوا بعد نص الليل، إنما أذن لهم في البيتوتة عمنا وجمع رمي الجمار، لكن ما أذنش للرجال الأقوياء خالص في الانصراف من مزدلفة. والشغل في مجزر بالنسبة أنا قلت لك هتعملوا إيه؟ أنا قلت لك هتروحوا من مزدلفة بعد الفجر تروحوا على المنصر وتشتغل، حتى لو لبست هدومك يبقى عليك فدية، خلص شغلك وتروح ترمي الجمرة بعد طلوع الفدية. رمي الجمرة بقى احنا عندنا، طب استنوا احنا نفتح باب الأسئلة بعد ما نخلص 4 أعمال يوم النحر. احنا عندنا وبالنسبة لنا هيبقوا 5 علشان الساعة. يوم النحر عندنا رمي جمرة العقبة، ودي واحنا جايين احنا فاكرين كنا قلنا مكه كده ومنى كده ومزدلفه كده وعرفه كده، واحنا جايين احنا جينا من عرفه على مزدلفه، وبعدين من مزدلفه هنرجع على ايه؟ على منى. واحنا جايين منى دي واسعه جدا حوالي 5 كيلو، في اخرهم خالص ناحيه مكه الجمرات دي 3 جمرات. يعني ايه جمره؟ الجمرات دي عباره عن، كانت زمان عباره عن عمود صغير كده قد ايه؟ قد مثلا بتاع المحراب ده كده، وبعدين وحواليه زي دايره مبنيه حوض، والناس كانت ترمي الاحجار في الايه؟ في الحوض ده، وكان بيبقى صعب جدا لغايه ما ربنا الهم احد المهندسين فكره جميله جدا، عملوا الشاهد بقى طويل جدا وعاملين قمع في الـ عشان الحصى ينزل في نفس المرمى اللي كان ايام الرسول صلى الله عليه وسلم وايام سيدنا ابراهيم، لان الحصى لازم يقع فين؟ جوه المرمى ده، جوه الحوض، مش لازم يخبط في الشاهد اللي هو العمود اللي هو بقى المستطيل الكبير ده، لكن الشاخص ده، لكن هو بيبقى عامل زي القمع كده وبينزل تحت والحصى بيقع في نفس المكان ايه؟ المطلوب. وهم 4 أدوار. كان زمان يوم العيد ويوم 12 اكتر حد الناس بتموت فيه من الزحمه. فدلوقتي بفضل الله سبحانه وتعالى بقى الامر ايه؟ بقى يسير جدا، بقى في 4 أدوار رمي اتجاه واحد تقريبا، واتجاه واحد في المشي ما حدش بيلخبط. اللي هيرمي عن حد عشان تبقى عارفين، لو حد عاجز يبقى يرمي عن نفسه الاول وبعدين يرمي عن الايه؟ عن الثاني وهو واقف في نفس الوقت، بس لازم يرمي عن نفسه، لو رمى عن غيره الاول هيعيد ثاني. العيد اللي نتلخبط فيها مشوار 3-4 كيلو. ما احنا مع بعض لنا بقى طلب عليك. طب استنوا بس احنا بنقول 4 أعمال يوم النحر. الاول رمي جمرة العقبة بسبع حصيات مثل حصى الخدف. حصى الخدف دي حبة الباقلاء قد الفولة، أكبر من الحمصة
لحد الفوق، ما تجيبش حجر كبير ولا مثلا بتاع قد يعني حجره يعني تعور كده ولا حاجه، لا، وما نجيبش فتافيت صغيره فوق الحمصه اكبر من الحمصه، وهنرمي وهنرميها بالنسبه لجمره العقبه خصوصا هنخش شمال ماشي كده من تحت. ده نجتهد ان احنا نعمل كده عشان نرميها من المكان اللي الرسول صلى الله عليه وسلم رماها فيه، جعل مكه عن شماله ومنى عن يمينه ورمى جمره العقبه بسبع حصيات يكبر مع كل حصى. اول ما بدا يرمي توقف عن التلبيه. انا كده بعد ما رمى سبع حصيات يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر. سبع حصيات، لو رماهم كلهم مره واحده حسب حصيه واحده، لازم ترمي سبعه ايه متفرقين، ولازم زي ما قلنا يقعوا في الحوض، ما حدش يرمي من بعيد، اللي بيرمي من بعيد بيرمي على دماغه الناس ولا تجزئه. قربوا من الحوض، دلوقتي ما بقتش صعبه، نقرب شويه 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 لغايه ما نقرب من الحوض ما احنا مع بعض بقى هنعرف ايه نحوط على بعض ماشي كده، عشان ما تجيش يعني انا في الزحمه اروح جاي اضرب دماغه الناس. هم سبعه، ولو حاجه وقعت مش ما جاتش في الحوض نقيت تعيدها، لو حاجه وقعت بره الحوض تتعاد يعني نعمل مثلا 15 مش في الدرجات دي، ده بسيط ان شاء الله. هي تعيدهم كلهم لا هتعيد اللي وقعت بس اللي وقعت يعني لو واحده وقعت عينك هتجري في البير اللي هو انا عشان كده بنقول نقرب قد ما نقدر، لان انا لو رميت من بعيد قوي زي ما الناس بتعمل هتقع فعلا بره، لكن لو قربت بتاعت مسافه مترين مترين دي هتبقى ايه سهله يعني ان شاء الله. لو شك بعض الحصيات ابني على الاقل مش الاقصر، لا يعني ايه ابني على الاقل، يعني انا شاكك سته ولا سبعه اخليهم سته، ماشي شاكك ان انا هم ثلاثه ولا اربعه خليهم ثلاثه بالظبط كده، هنبني على الاقل. اللي بيرمي عن حد بيتنفس، لا اللي بيرمي عن حد بيرمي بينه وبين قلبه. المهم بنرمي جمره العقبه، يعني احنا بنعدي على اول جمره، وهتلاقي العساكر بيقول لك قدام قدام قدام، لان اول جمره هي الصغرى، وثاني جمره الوسطى، وثالث جمره هي جمره العقبه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الشيطان ترجمون ومله ابيكم ابراهيم تتبعون. الشيطان ترجمون لان احنا بنرغم الشيطان، مش بان احنا الشاخص ده هو الشيطان، لكن معناه ان احنا فعلا بنكسر اوامر الشيطان ونغيظ الشيطان. ويعني فعلا هذا الرمي يعني يغيظه جدا، هو بيبقى متغاظ جدا اصلا من يوم عرفه، علشان من اكثر يوم يعني لم يرى يعني الشيطان مدحورا اكثر من يوم عرفه الا يوم بدر. لما يرى من كثره عتق الله عز وجل عبادا من النار. اللي موجودين واللي بيدعوا له، فالشيطان ترجمون وملة أبيكم إبراهيم تتبعون، لأن هو يذكر أن الشيطان عرض لسيدنا إبراهيم في هذه المناسك فرجمه بهذه الإيه الحصيات في هذه الأماكن، فبقت سنة والرسول صلى الله عليه وسلم الذي علمنا إياه. ويقال أن الشيطان وسوس له في ذبح إسماعيل في هذه الأماكن فرجمه، فالله أعلم أي ذلك كان، لكن إحنا بنمتثل إيه أمر الله، العبودية الكاملة لله عز وجل. بعد ما بنرمي الجمرة بنرجع المخيم. هو الرسول صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ انصرف ذبح الهدي. كان جايب كام صلى الله عليه وسلم هدي؟ جايب 100 من الهدي، 100 ناقة. احنا بندور على ايه؟ على صك واحد. الرسول كان جايب ما يساوي 700 صك صلى الله عليه وسلم، واحنا عارفين نجيبه اصلا. بس شوف يعني الامر ده فعلا حاجه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يعظم شعائر كمال العبوديه. ها كمال العبوديه. وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم ما جابش جزار، نحرهن بيده، نحر على قد عدد سنين عمره 63، نحر 63 بيده.
الناس بتقعد تذبح في المعزة بالساعتين ولا حاجة، في الجمل ممكن يقعدوا طول اليوم. الرسول صلى الله عليه وسلم انا بقول ازاي ذبح 63 بيده في وقت الضحى بس، نحرها قائمة واقفة معقولة الرجل اليسرى وبيضربها بسكين في أصل اللبة تقوم هو ده النحر، كما قال عز وجل والبدن جعلناها رجليها ومعقولة الرجل اليسرى للدمرية. فإذا وجبت جنوبها بعد ما تنحر، بعد ما تطعم بالسكين القصير ده في أصل اللبة، فإذا بتقع وجبت يعني سقطت جنوبها، فكل منها وأطعموا القانع. القانع ده اللي ما بيسألكش، والمعتر اللي هو بيسألك وبيقولك اديني. طبعا هو البنك الإسلامي والحاجات دي مهمة، علشان الحاجات دي كانت بتخسر زمان جدا، فتبردها بيبقى مهم للغاية. المهم الرسول صلى الله عليه وسلم ذبح 63 بيده ثم أعطى عليا فنبح ما بخ، لأن علي كان مشاركه في الإيه؟ في الهدي ده، كان جايبه من اليمن للرسول صلى الله عليه وسلم ولنفسه. فالحاجة العجيبة اللي وردة في السنن إن ستة من النوق جعلت تتسابق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأيته الناب. يعني احنا الحيوانات اللي بنذبحها بتهرب مننا وبتبقى مش عايزه وتقاوم وتفلفص. تخيلوا عشان كده رسول الله يذبح المئة كلهم ايه في في في, في وقت الضحى، يعني في ساعتين مثلا، ده هم جايين بيتسابقوا. حبا للرسول صلى الله عليه وسلم، فإحنا أولى بهذا، لأن إحنا نحب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسينا وأهلينا، ونتبع سنته أكثر من أي أحد. إذا كان الجذع اللي الرسول صلى الله عليه وسلم خطب عليه قبل ما يصنع المنبر، لما الرسول صلى الله عليه وسلم صنعوا له المنبر، الجذع بكى بكاء سمعه كل أهل المسجد. عندي اخ تعبان في البلد وقال لي بيعمل له عمره، عايز هو عمليه حالا هنتكلم دلوقتي. انا افتح بقى اعمل له عمره، مش اول عمل الرمز، ثاني عمل الايه الذبح، ثالث عمل الحلق او التقصير، النساء بيقصروا طبعا برضو كل مره بتاخد ايه الملا نفسي ولا يجوز تعملي لنفسك ويجوز حد يعمل لك، مش لازم. الحكاية اللي موجودة عند الناس دي غلط، ان يقول ايه ما ينفعش تعمل نفسك، ولا واحد لسه محرم يعمل لك ما ينفعش. لا، ينفع كل ده، لان اسمها الفعل نسب اليه هو، قال حلق، وبالتالي فالحلق الرسول صلى الله عليه وسلم بالسنة في الحلق وفي التقصير برضو ناخد الجنب اليمين وبعدين ناخد الجنب الشمال. هقول حالا دلوقتي والله، من ده الاسئله دي، ده نمره 15، هخلص دلوقتي حالا وهنكمل بكره ان شاء الله. ينفع. المهم ان احنا بعد كده الحلق ده ثالث عمل، وبعد ما بيحلق بيتطيب وبيلبس ملابسه العاديه، يغير بقى. هترجعوا المخيم غالبا، وبعدين بنذهب الى مكه للطواف، طواف وسعي. احنا عاملين سعي في العمره، يجوز تاخير الطواف ده لاخر طبعا. انت على فكره الدور الرابع مخصص للعجل الكهربائي، العجل الكهربائي يعني ب 50 ريال يعني نفس الاجر برضه. تاخد نفس الاجر. اول ما اوصل من مكه ولا ممكن ارتاح واربع كيلو تقدري حضرتك تاجلي الطواف ده الى اخر العمر، اخر ذي الحجه طبعا، مش هتاخري ولا حاجه. هترجعي فين؟ انا قصدي لو تعبانه يبقى استريحي بالمخيم، ولما ترجعوا مكه بعد كده، لان احنا هنيجي نطوف ونسعى يوم الحج، يوم العيد، ونرجع منها تاني،
ففي نساء كتير ما بيقدروش، فخليهم قاعدين في المخيم، وبعدين يا اما يبقوا ينزلهم في اثناء الثلاث ايام اللي بعد كده، يا اما ايه، يا اما ناجله لما يرجعوا مكه يبقى يطوفوا بعد كده ويسعوا من الحج طواف وسعي زي ما عملنا في العمره، بس من غير الطباع للرجال ولا رمل، لان هم خلصوا الامر ده، وهيسعوا الى الصفا والمروه زي ما سعوا في العمره، بس ده بنيت ان هو طواف الافاضه طواف الركن، وده وسعي ليه الركن سعي الحج، طواف الحج وسعي الحج. طيب نبدا دلوقتي، حفظنا كم؟ خمس اربع اعمال، السعي تابع للطواف. الاربع اعمال تاني هنقول تاني، الرمل الحلق الرمي الذبح الحلق الطواف، والمتمتع زينب عليه سعي، وبعدين يرجع يبيت بمنى ويقعد الثلاث ايام اللي هنشرحهم بكره ان شاء الله. اتفضلوا الاسئله. التحلل امتى؟ حضرتك قلت الاول وبعدين الحاجه، وانت نمره ثلاثه وحضرتك نمره اربعه وانت نمره خمسه. لو سمحت اتفضل. انا عندي اخ تعبان يعني عامل عمليه قلب مفتوح، وقال لي اعمل له عمره، وقال لي العمر عليها هدف. لا العمره ما عليهاش هدف بس كده، بس هقول لحضرتك حاله القلب المفتوح دي بتختلف، يعني ممكن يجي ويبقى قاعد على عجله ويعمل عمره لنفسه، وبالتالي مين اللي ينفع يتحج عنه ويتعمر عنه؟ الميت والعاجز تماما اللي ما يقعدش على كرسي. القلب المفتوح ليس كذلك. القلب المفتوح بيتعمل على فكره عشان الواحد يتحرك حياته بطريقه عاديه، مش علشان هو هيبقى عاجز قاعد في السرير. لا مش عاجز بس تعبان يعني. لا ان شاء الله هيجي يعمل عمره بنفسه. طب لو اخت حالتها تعبانه؟ لا مفيش حد يحج عن حد ولا يعتمد عن حد الا ميت او اسمه معضوب. معضوب يعني عاجز عجز كامل ما يقعدش على كرسي. اتفضل. انا بص انا عملت الطواف اللي 7 شهور في عهد جدا، عملت وصليت، وبعدين قطعت روح رحت اتوديت تاني وعملت سعي السفر والمروه. ينفع ان انا تعبان جدا بعد الطواف ينفع استريح شويه بس مش كتير قوي؟ لا مش كتير، لانه لازم يكون السعي بعد طواف. والاستراحه في السعي. والايه؟ والاستراحه. والاستراحه في السعي ماشي يجوز. اي بنت متوفيه يا شيخ وعايزه اعمل لها عمره. هيعمل لها عمره. ما تسمعوش كلام اللي يقولوا لكم ما ينفعش. انتوا بالنسبه لكم مفيش شوك. لو سمحت. ان شاء الله كل يوم. بس ما ترهقيش نفسك بس. علشان اللي جاي. لكن بالنسبه للرجاله لو حلقوا في العمره يبقى لغايه ما الشعر يطلع. بقول لحضرتك لو في شخص مشكله معينه في عينيه هل يجوز يتيمم في الحركه؟ يتيمم؟ يعني هو ممنوع من الميه ولا ايه؟ لا مش ممنوع من الميه، بس عندي مشكله انه يروح الحمام. عشان الوصول للحمام ده مشكله، او بمعنى اصح ان حضرتك السلم الكهربائي وقعت فيه قبل كده، هل تجوز تجدد وضوءها في الحرم او تتيمم؟ ولا في وضوء في الحرم حضرتك؟ في وضوء في الحرم تحت تحت في الدور التحتاني اللي هو كله على فكره. انا النهارده بدور على اي حته اصلي فيها تحت ناحيه الكعبه، ما فيش غير الستات بس واخدين حقهم وزياده ما شاء الله، واخدين كل الدور اللي عشان ما بيتمنعوش من الدخول. بص حضرتك في مواضع كتيره جدا تحت، في مواضع كتيره الستات ده بيدخلها، وفيها وفي زمزم تتوضي منها. بس طبعا ما فيش حمام، في اسانسيرات في الحمام، لكن لو في حمام يبقى لازم تطلع يبقى تيجي الفندق وتصلي في الفندق. صوت يا جماعه اتفضلي. بس عشان نسمع يا جماعه هنستفيد دي كلنا. احرام المراه قبل خروج للمناسك هي تخش هتاخد الجزء بتاعها وهتلمه في نيه داخليه بنيه ان ده للاحرام. تمام بتحسب من امتى؟ عن انطلاق الاحرام، من اول ما بتصلي ركعتين ولا من اول ما تدخل الفندق ان هي متجهه للمنى او عرفات؟ لا ده لازم احنا اتفقنا في الاحرام قبل كده يا اخوانا، بس مش عارف ما حضرتوش الاحرام ده لحظه لازم انوي فيها ان انا دخلت، انا اللي بحددها، انا اللي بقول مش من باب الاوضه. لا انا افترض ان انا نزلت ركبت السنه على فكره لما اركب الاتوبيس، ومش لما اركب الاتوبيس يبقى هو ده البدايه، دي حسب نيتي انا متى نويت
انت حضرتك ناوي تصلي العصر ان شاء الله والمغرب؟ بس امتى هتبقي دخلتي في الصلاه؟ مش عند دخول الوقت اول ما كده تبقى دخلتي؟ لا ولما تقولي الله اكبر اهو بالظبط كده بقى تقولي لبيك اللهم حجا. اللحظه دي هي اللي انت ناويه دي الدخول، وتتحاسبي لغايه اللحظه اللي بتاثري فيها تبقى انت كده تحللت. ماشي؟ متوفي عن معمول هو عمل لنفسه عمره، ينفع اعمل له عمره كل جاي هنا؟ مين ده؟ متوفي. ينفع. كان عامل عمره ولا ممكن ينفع تعمله من كتر الحب طبعا. احرام التنعيم. احرام التنعيم جائز. من اي جزء من الحلم؟ اتفضل. حضرتك ذكرته. وانت حقك انت. حضرتك ذكرته مشكورا ان جزء ان انا اوكل او حد يوكلني كعاجز في الرن. تمام. واخواننا اللي في المجال كلهم عندهم مشكله. لو فرضنا ان هم هيقعدوا لحد الفجر ان شاء الله في الافاضه، هل يجوز ان هم يوكلوا حد يدمنهم؟ لا ما ينفعش. مش عاجزين. هم قدامهم لغايه امتى؟ رمي الجمره ده بيبدا زي ما قلنا من نص الليل للنساء لحد الغروب. لحد فجر تاني يوم. فجر. يعني حضرتك هو بس يبقى عليه يبقى انت حضرتك هتعمل ايه؟ والرجاله كذلك، بس الرجاله بعد الفجر. من بعد الفجر لغايه فجر تاني يوم 24 ساعه. مش معقوله انت تشتغل 24 ساعه. لا مفيش حاجه. الساعه 6 بالظبط الوجبه تبدا تنتهي مع اذان العشاء. بعد العشاء بالظبط نفس. لا السنه دي مختلفه الحمد لله. طيب على اي الاحوال حتى لو العشاء حضرتك هتروح، بس هتبقى الساعه 6 لغايه العشاء تشتغل 14 ساعه. 6 ل 6 اول يوم للجزار. 6 ل 6 ماشي للجزار، لان مفيش حد بيشتغل كده في الدنيا. طيب حضرتك هو على اي الاحوال حتى لو كده هتروح حضرتك بعدها ترمي بالليل. هو كده حضرتك هيلبس بقى عشان عندنا حديث صحيح رميت بعد ما امسيت قال ارمي ولا حرج. هنقلع الاحرام حضرتك ونغير. ايوه بقى عليك فيديو 3 ايام. الصيام 3 ايام. الجزارين بيلزموا ان هم يا سيدنا يروحوا المجزر قبل الساعه قبل الفجر، يعني قبل الساعه 6. انا بقول لك اهو عشان تبقى عارف ميعادك الساعه 6 والفجر الساعه 4 ونص ل 5. انا بقول لك عشان تصلوا الفجر خدوا بالكم، يعني صلوا الفجر بعد 4 ونص الا 5، يعني في 10 دقائق نراعيها بين الاذان ويعني 10 دقائق عشان الوقت نتاكد انه دخل. أربعة. ها؟ واخدين منا الهدي. واخدين من كل هدي انتوا ما عليكوش حاجه. احنا سالنا على فكره بس مش عارفين نجيب لغايه دلوقتي سكوك. بس هم في ناس يعني موثوق فيهم هم بقى صادقين ولا ضاحكين عليهم، قالوا لهم ان الدوله هي اللي هتتولى الذبح هنا وهتتصرف فيها هي. انتوا ما عليكوش حاجه. اللي عايز يحتاط ده حاجه ترجع له عشان يوكل حد هو عارفه بنفسه. لكن انا لو حد عايز كده يبقى يبلغ. اللي عايز موضوع الاطعام ده اللي عامل حاجه غلط في الاحرام برضو يبلغني، لو عشان في مساكين بمكه نتصرفوا فيه. حضرتك يعني شفنا ان حد بالنسبه للشركات بالنسبه لما يوم الترويه مش هيبقى موجود هينزلوا على مكه هينزلوا على عرفه على طول والخروج من المزدلفه هيبات. انا بالنسبه لي لو انا قعدت بقى اروح ماشي وتروح بنفسك. احرم دخل بهدومه مش مشكله، بس احرم منين؟ لا ده عليه دم، معلوش حاجه ثانيه. دم مش ده اللي احرم. اللي ينفع ده اللي احرم في الميقات بالنيه ولابس هدومه زي ما هو. لا هو مناواشي يبقى ما ينفعش، يبقى عليه دم. شيخ لما بتسال ينفع تجمع بين طواف الوداع اللي هو واجب طواف الفرض ايوه ينفع. اعمليهم مره واحده. المخيم لحد الامارات بتاخد 5 ساعات 5 كيلو بقى.
لو برضه شمس لا اقل يعني بجيب كرسي كرسي على العام اه الفتره دي كلها بيت سنه الافراد ما بيغيرش لا غيري زي ما انت عايز النساء تغير والرجاله يغيروا غيروا ايه يعني يجيب احرام تاني احرام ماشي بس حضرتك انت ما عندكش مشاكل في الاحرام اصلا كل هدومك نفع اه بما ان فيها الهدوم اللي انت لابساها مش لازم بيضه هما فاكرين ان هما اللي هي لازم تستناها بيه لا ما يلزمش غيري زي ما انت عايز كم يوم لازم يغير وطبعا لازم يغير ده وضع طبيعي لا هما عاطين لكم شنطه عشان تاخدوا فيها الغيارات شيخنا لما بتسال مفيش مواصلات المواصلات اليوم بتاع المروح بس بالنسبه للمريض مش منها واجب الا لو انسان حجز عنه العجز احنا بس لا حاول تقعد تمشى في ولو نص الليل بس يعني خمس ساعات ونص من اول المغرب لغايه الفجر خمس ساعات ونص اي خمس ساعات ونص او في الاخر ما انا قلت في الاول ان ده مش فرض اه يعني ده سنه اللي ما يعملوش حاجه صحيح طب بالنسبه لرمي الجمرات احنا ممكن نعملها العقد بعد زوال الشمس اه ممكن في الضحى في الضحى فين رمي الجمرات اللي هي تاني اول يوم وتاني يوم لا كلهم بعد الزوال بعد الزوال عادي اه كلهم لازم بقى. لازم بعد الزوال بعد الفجر ثاني يوم مش عارف الزوال الزوال يعني الظهر بعد الظهر الزوال يعني الظهر بالنسبه يعني ممكن المغرب زي ما انت عايز وعايز اتبقى اقول لك لغايه الفجر بتاع ثاني يوم سيدنا حضرتك قلت ان الساعه اللي فيها اجابه يوم الجمعه حضرتك قلت قبل العصر بعد قبل المغرب اخر ساعه بعد العصر اخر ساعه بعد العصر ساعه الاجابه يوم الجمعه اخر ساعه بعد العصر جزاك الله خير شيخ انت حر انا عندي يعني لو هعملها لحد زي ابويا وكده اروح اعملها لو ما كانش هقعد هنا بالنسبه ينفع ان انا اروح اعملها عن خالي وخالته وعمي وعمتي كل واحد لوحده يعني ايه اصل في خطوه كده عشان خاطر في الاخر يعني مش عايزينهم يروحوا فيه هيقول له اه ممكن تعمل جمله مثلا بالاجماع لا يجوز ان انا اعمل عمره عن كذا واحد مع بعض معاك بكره ان شاء الله قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.